اليوم بعد مسيرة طويلة بالفن بتشوف حالك وصلت لمرحلة عم تبحث فيها عن لون ما بتعرف تحدده؟ يعني مثلا أوقات بيكون عبرت عن كل شيء بيخطر لك بكل الألوان، بس في شيء بتحس لسه ما عم تعبر عنه بالألوان اللي متاحة، فبتحس حالك لسه بمرحلة بحث عن لون، عن شيء جديد؟ أمنية طبعا، بس هاي الأمنية لا تتحقق، يعني لن تتحقق على الأرض وبحياتي على الإطلاق. سننتظر يعني جنة الله الموعودة بالوعد الذي ننتظره، يعني سنرى ألوانا لم تخطر على بال أو أشياء لم نشهد لها مثيل على الإطلاق. يعني هذا في إحساس هيك، يعني مثل الشجر برا شفتوا هلا هيك في شيء، يعني ملامح أو أثر من الجنة موجود على الأرض. هذا بس تصور إنه مثل هذا اللون، مثل هاي الشكل البسيطة من الأحمر الزهري، يعني إنه موجود على مساحة 40,000 كيلومتر بارتفاع الشكل 10,000 كيلومتر. بعدين في عنا ما في سيارات هناك طبعا، لا في بنزين ولا بطيخ، يعني تجينا هيك يعني أحصنة مجنحة ركب على الحصان سيرنا جولة بين الشجرات الجميلات. سنكون إن شاء الله أنا وإياكم مع الصالحين الأتقياء.